هنا الفنان زياد برجي الفنانه اليسا على كليبها الجديد الى كل اللي بيحبوني ووجه لها اعتذار بعد الخلاف يلي طول بيناتهم. وكتب زياد لاليسا على احد مواقع التواصل الاجتماعي: لهذا انت ما انت عليه، اليسا عزيزتي صديقتي اختي اعتذر احبك. وكانت اليسا طرحت امبارح فيديو كليب الى كل اللي بيحبوني يلي اختصرت فيه الفتره الصعبه يلي مرقت فيها خلال اصابتها بمرض السرطان. ورفعت اليسا صوتها وحزنها وصرخت بوجه المرض واختصرت بسبع دقائق كل الظروف يلي عاشتها بسبب مرضها. لا تعرفوا كل اخبار النجوم يلي بتحبون، زوروا موقعنا الفن.com وما تنسوا تعملوا سبسكرايب على تشانل الفن على يوتيوب واكبسوا على الجرس ليوصلكم نوتيفيكيشنز بكل الفيديوز الجديد. واعطونا رايكم بهالخبر عبر الكومنت سكشن الموجوده اسفل الفيديو.